عند علماء الأصول أصول الفقه وهم يتحدثون عن الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية المراد منها التي وضعها الشارع، فبمجرد وجودها يوجد الشيء، بخلاف الأحكام التكليفية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، فهذا يتحدث عنه علماء الفقه. لكن أصول الفقه يتحدثون عن الأحكام التكليفية، لكن المصب عندهم هي الأحكام الوضعية، يعني التي وضعها الشارع. والفقهاء يتحدثون عن الأحكام الوضعية، لكن حديثهم منصب على الأحكام التكليفية أكثر.